السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب وطالبات الثانوية العامة في مصرنا الحبيبة وفي كل الدول العربية، أسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد. ربنا يا شباب يوفقكم وييسر لكم أحوالكم ويوفق إخوانكم في أولى وثانية ثانوي اللي بدأوا الامتحانات بتاعتهم دلوقتي، واللي بنسأل ربنا سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. وبنشوف طلابنا وحبايبنا، وسؤال حلقتنا الماضية كان إيه؟ سؤال الحلقة اللي فاتت كان إيه؟ اتفضل يا أستاذنا يظهر السؤال قدام حضرتك دلوقتي عشان نشوف الناس اللي جاوبت عليه اجابات صحيحه. السؤال قدام حضرتك يظهر، اتفضل السؤال. ما اروع الاسلام دينا، ما اروع الاسلام دينا. عايزين نعرف الجمله دي، هنقول ما تعجبيه مبنيه في محل رفع مبتدا، طبعا مبنيه على السكون. اروع فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على ما، والاسلام مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ودينا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والجملة الفعلية جملة أروع الإسلام اللي هي في محل رفع خبر ما. ده كده كان سؤال حلقتنا الماضية. يا ترى الطلاب اللي جاوبوا إجابات صحيحة مين؟ تظهر معانا لوحة الشرف ولوحة الفائقين طلاب قناة الرحمة اللي بيجاوبونا. نشوف أول أسماء معانا العشرة الطيبة اللي بيجاوبوا معانا. معانا ابراهيم محمد امين من سوهاج، معانا الاء عبد الشافي عالي من اسيوط، امير هشام رضوان من الدقهلية، محمود محمد من المنيا، مي احمد من اسيوط، واسماء تانية برضو. تفضل. الاء عبد المنعم من الشرقية، محمد زاهر من المنوفية، اماني عبد العزيز من الجيزة، حسام حسن طالب الرحمة من القاهرة، نهلة زين من الوادي الجديد. دول طلابنا اللي جاوبوا معانا اجابات صحيحة. يا ترى طلابنا اللي هيتسابوا معانا في مسابقة الاس ام اس والمسابقة المعتادة والسؤال المعتاد، وتبعت حضرتك، وياريت بقى انك تبعت رقم تليفونك مع الاجابة عشان ما نقولش نستنى رقم التليفون وتبعته بعدها، لا، ابعت الاجابة بتاعتك وبعدها ان شاء الله رقم تليفون. يا ترى الرسالة النهاردة ايه؟ والسؤال النهاردة يظهر قدامك سؤال الام اس اعد ما تحته خط. نوجه شكرا خاصا للشيخين الشيخ العري والشيخ القرني. هتعرب لنا كلمة عريفي وهو موجود بين اظهرنا وله محاضرات في مصر، حياه الله وجزاه عنا خير الجزاء. احنا بنوجه شكر، انا بوجه شكر باسمنا وباسم من ورائي للشيخين العريفي والقرني. هتعرب لنا كلمة العريفي إن شاء الله. تمام؟ سؤال معانا، تجاوب الإجابة الصحيحة تبعت على الاس ام اس. في ناس على صفحة البرامج التعليمية بيقولوا أبعت اس ام اس إزاي؟ حضرتك قلنا تاني، على شمال الصفحة هتلاقي أرقام التليفونات الخاصة أو الرقم الخاص بالشركة اللي حضرتك متعاقد معاها على الموبايل. عشان كده بقول لك ابعت على الرقم الخاص بيك يوصل لنا ان شاء الله الاجابه، ابعت معاها رقم التليفون بتاعك. يا ترى النهارده هناخد ايه؟ عنوان حلقتنا ايه؟ طال الشوق الي، بقالنا كتير ما خدناش نحو مع بعضينا. نبدا النهارده عوده الى النحو والى الصف الثالث الثانوي. خدنا منكم حلقات كده الاولى والثانيه ثانوي، معلش عشان الامتحانات بتاعتهم، هنرجع لكم تاني اهو. يلا مع بعض والجمله الاسميه، وده عنوان حلقتنا النهارده ان شاء الله، جمله الاسميه. طيب هندرس ايه في الجمله الاسميه مع بعضينا للصف الثالث ثانوي؟ هنجيب من الاول خالص ونبدا نشوف ايه الخاص بالجمله الاسميه. عندي الجمله الاسميه سميت كده ليه؟ لانها بتبدا باسم، والاسم اللي بتبدا بيه مبتدا. اقول لحضرتك الله سبحانه وتعالى رحيم، الله رحيم. لكن نعرف لفظ الجلالة، هقول ده اسم بدأت بالجملة الله، لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة الله هو. والفرق بين الظاهرة والمقدرة يا شباب ايه؟ ان الظاهرة بتظهر في النطق معانا والمقدرة ما بتظهرش. رحيم، الله رحيم بعباده. يبقى كلمة رحيم خبر المبتدأ، وهو ده تكوين الجملة الاسمية، انها بتتكون من مبتدأ، والمبتدأ دايما مرفوع، وبعد انه بيجي خبر، خبر زيه برضو دايما مرفوع، المبتدأ والخبر دايما مرفوعا.
المبتدا والخبر دايما مرفوعان. طبعا مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه هنا لفظ الجلاله، رحيم خبر مرفوع وعلامه رفعه الضمه. طيب لما اقول لحضرتك مثلا الاسلام دين الحياه، خلي بالك بقى الاسلام دين الحياه، مفيش دين غير الاسلام اصلا، تمام. لما اقول الاسلام نعرف مع بعض، هتقول لي مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه، صح. دين خبر، الاسلام ماله؟ اسال ماله تجيب الخبر، اسال ماله تجيب الخبر. الاسلام ماله؟ دين. يبقى دين خبر مرفوع وعلامه رفعه الضمه. امال الحياه دي يا استاذ مضاف اليه، ادي كلمه نكره وبعدها معرفه وبتخصصها وتحددها، يبقى ده مضاف اليه، يبقى الحياتي الاسلام دين الحياتي، تمام. المعلومه بعدها ان انا اخد انواع الخبر، ادي عندي خبر مفرد عشان كلمه واحده. يا استاذ كلمه واحده ازاي وانا عندي دين الحياه؟ اقول لك لا لا، احنا عندنا الخبر في كلمه ايه؟ في كلمه دين مش في كلمه الحياه. يبقى كلمه الحياه مضاف اليه، والمضاف والمضاف اليه في حكم الكلمه الواحده كانهم متصلين ببعض. يعني انا كده بعتبر ان ده خبر مفرد، ايوه تمام. لكن لما اجي اقول عليا انا بقى وبحمد الله وحضراتكم، هقول الناس دينهم الاسلام. ده هنا خبر بقى ايه؟ خبر جمله. خبر جمله ايه؟ جمله اسميه. عرفت منين؟ عشان بتبدا باسم تاني، والخبر الجمله لابد ان يحتوي على ضمير اللي هو هم، اللي يعود على الناس. الناس مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه، دينهم مبتدا تاني مرفوع وعلامه رفعه الضمه، وهم طبعا الهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه والميم للجمع. لو قلت هم على بعضها ماشي، هم ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، والاسلام خبر ايه؟ المبتدا الثاني. ما شاء الله اللي بيقول معايا، خبر المبتدا الثاني. طب فين خبر المبتدا الاول؟ تقول لي والجمله الاسميه، يبقى دي جمله اسميه في محل رفع خبر المبتدا الاول. يبقى انا عندي الخبر ممكن يبقى مفرد اهو، وممكن يبقى جمله، سواء جمله اسميه او جمله ايه؟ فعليه. زي ما اقول مثلا الناس يوحدون الله، الناس يوحدون الله، قولوا لا اله الا الله، لا اله الا الله. الناس يوحدون، الناس مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه، يوحدون الله دي جمله فعليه. الناس مالهم؟ اسال ماله تجيب الخبر. الناس مالهم؟ يوحدون الله فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون، وهو الجماعه فاعل، ولفظ الجلاله مفعول به. طب هنا الخبر ايه؟ الخبر جمله فعليه ممتازه، اللي بيقول معانا ما شاء الله. والجمله الفعليه في محل رفع خبر المبتدا، الناس يوحدون الله. طيب عايز خبر بنوع تاني، ممكن اقول لحضرتك المؤمنون في مساجدهم. نعرف المؤمنون مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الواو، ليه؟ لانه جمع مذكر سالم. مالهم؟ في مساجدهم، شبه جمله في محل رفع خبر المبتدا، يبقى خبر نوع ايه؟ شبه جمله. شبه جمله عباره عن ايه؟ عباره عن جار ومجرور او ظرف. جار ومجرور او ظرف، طبعا الكلام ده يليه لكل المراحل، لان اعراب الجمله الاسميه مش خاص بمرحله دون مرحله اخرى. طيب يبقى اقول لحضرتك الانواع بتاعتنا، يا اما خبر مفرد، يا اما خبر جمله اسميه، يا اما خبر جمله فعليه، يا اما خبر شبه جمله، جار ومجرور او ظرف. طيب دي انواع الخبر. ممكن اقول المثال الجميل ده لما اجي اتكلم عن شاعر زي المتنبي، واقول مثلا المتنبي شاعر كاتب اديب. ايه بقى الكلام ده؟ قلنا المتنبي مبتدا مرفوع على مضاف الضمه، ماله؟ شاعر. يبقى ده خبر، ماله؟ كاتب. ايه ده؟ خبر تاني. ودي قاعده تعدد الخبر للمبتدا الواحد.
قد يتعدد الخبر للمبتدأ الواحد. تمام؟ لما أقول لحضرتك المثال اللي دايما بنحبه جدا، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله، خاتم الأنبياء، إمام المرسلين، سيد الخلق أجمعين. محمد رسول خبر، محمد إمام خبر، محمد سيد صلى الله عليه وسلم خبر. يبقى كل دي أنواع الإيه؟ أنواع الخبر. يبقى خبر، خبر واحد اتنين قد إيه يا أستاذ؟ لما يتعدد الخبر يجي لي واحد واثنين، لا يجي كتير، براحتك براحتك. هل شرط لما يتعدد الخبر يجي خبر مفرد بس؟ لا. يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل لواء الشفاعة يوم الدين، يبقى ده خبر جملة فعلية. يعني ممكن مفرد جملة فعلية في التعدد برضو، ما فيش مشكلة خالص. طيب القاعدة اللي بعدها ولسه في المبتدأ والخبر، انا شغال معاك، اسأل ماله تجيب الخبر. واحد يقول لي طيب انا عايز اقول بقى ما شاء الله الناس اللي جاوبت وبتشكر معانا الشيخين، اتفضل سؤال رسائل. طيب حضرتك انا سمعتها الاسامي، معلش ربنا يكرمك. هقول ايه بقى الناس يا جماعه اللي تيجي تقول لي طب انا ممكن اتلخبط واقول ان ده نعت؟ اقول لك لا، كلمه كاتب مش متصله بشاعر، لو اتصلت بشاعر تبقى دي نعت ليها. شاعر جميل، شاعر عظيم، شاعر عظيم. يعني كلمة كاتب متصلة بالمبتدأ، عشان كده قلت عليها ايه؟ خبر. يبقى شاعر تاني خبر وكاتب خبر. طب يا سيدي هقول لحضرتك حتة بقى جميلة قوي، لما اقول في قناة الرحمة ها الطلاب الفائقون اللي احنا بنطلع اساميهم واللي بيجاوبوا معانا ما شاء الله عليهم. طيب هنا ايه ده؟ ده حصلت شقلبه للجمله بقى. ده انت جبت لي شبه الجمله في الاول وبعدين جبت لي المبتدا. ده تقديم الخبر على المبتدا. طب حكمه هنا ايه؟ قال لي التقديم هنا جائز. ليه؟ لان الخبر شبه جمله والمبتدا معرفه. الخبر شبه جمله والمبتدا معرفه، صح؟ يبقى الخبر لما يبقى شبه جمله ويبقى المبتدا معرفه، يبقى هنا يا جماعه قال التقديم ها جائز، يجوز. حطها قدام الطلاب الفائقون في قناه الرحمه، في قناه الرحمه الطلاب الفائقون، نفس الكلام بالظبط ما شاء الله. طب اجيب حاله ثانيه، هقول ايه بقى؟ هقول الطلاب في قناة الرحمة طلاب فائقون، أو طلاب في قناة الرحمة طلاب إيه ده؟ حطها قدام طلاب في قناة الرحمة، مش لازم نحط نعتين. طلاب في قناة الرحمة مين هم؟ مش عارف. يبقى كده التقدم شكله واجب، تقدم الخبر على المبتدأ واجب. وجوب التقدم ليه يا أستاذ؟ لأن الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة، يبقى دي الحالة الأولى. طب ماشي أجيبها بأسلوب تاني، هقول لك في قناة الرحمة طلابها، طلابها، حطها قدام تقول لي طلابها في قناة الرحمة طلاب مين؟ ما تجيش. يعني برضو من علامات ان في تقديم وتاخير ان انا احاول ابدل، ان انا احاول اخلي المبتدا قدام في الواجب. مش ممكن ينفع، مش ممكن تحط دي قدام، مش ممكن تحط النكره قدام، يعني ما ينفعش اقولها. يبقى هنا في قناه الرحمه شبه جمله في محل رفع خبر مقدم. السؤال يا استاذ هل الاعراب حصل فيه تبديل؟ لا، هو الفرق هتزيد كلمتين، شبه الجمله في محل رفع خبر مقدم وده مبتدا مؤخر بس، ده اللي حصل معانا. نكتب الاسامي، اتفضل. جهاد وصلي السعوديه. طب ثانيه علي، الله يكرمك. اماني طه الاسكندريه.
اتفضل. احمد صلاح اسوان. اتفضل. محمد وهبه الاسكندري. جهاد محمدين اسيوط. مين يا فندم؟ حسام الجيزه. اسماء محي الشرقي. نورهان. نورهان احمد الشرقي. تفضل. حنان محمد الاسكندري. وليد وهبه الاسكندري. اتفضل. زينب محمد سوهاج. ما شاء الله. في اسماء تانية؟ ماشي يا فندم. طيب يا شباب، ارجع لكلامي تاني واقول ان انا عندي هنا شبه الجمله في محل رفع خبر مقدم، وده مبتدا مؤخر. شبه الجمله خبر مقدم مبتدا مؤخر والهاء مضاف اليه. طيب الحاله الاولى واجب ليه؟ لانه الخبر شبه الجمله والمبتدا نكره. في المبتدا ضمير الثانيه دي بقى، بس اسمع بقى. قال لي الضمير اللي هو الهاء دي تعود على مين؟ تعود على قناة الرحمة. طيب يعني في المبتدأ ضمير يعود على الخبر كله ولا جزء منه؟ جزء منه. يبقى في المبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر، جزء من الخبر، يبقى واجب برضه. لما تقول لي بقى أين الفائقون؟ أقول لك الفائقون معانا في قناة الرحمة. تقول لي أين؟ ده شبه جملة في محل رفع خبر مقدم، بس أين اسم استفهام؟ أين اسم استفهام؟ طب أسماء الاستفهام هل لها الصدارة في الكلام؟ لا الصدارة، يعني إيه؟ يعني ما ينفعش أقول إيه؟ الفائقون أين؟ غير العامية. تقول الفائقون فين؟ فين دي بالعامية؟ تمام؟ إنما أين؟ لازم تيجي في الأول. يبقى عشان كده، يبقى دول تلات حالات أهم. التقديم الواجب أول حاجة، الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة، في المبتدأ ضمير يعود على جزء من الخبر. أين الفائقون لما يكون خبر اسم استفهام؟ طب جميل جدا. أنا عايز أشوف معانا برضو شوية أسماء كده. لما أقول لحضرتك للحق جولة، ها عايزين اللي يجاوب معانا بقى، للحق جولة واجب ولا جائز؟ ها واجب ولا جائز؟ قول معايا جائز. ليه؟ غلط. واجب ليه؟ لأن الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة، للحق جولة. تمام؟ يبقى ده نكرة، يبقى ده واجب فعلا. جت في امتحان ثمة رجل يصنع التاريخ، ثمة رجل نكرة، يبقى شبه جملة ونكرة، يبقى ده على طول ايه؟ تقدم الخبر على المبتدأ وجوبا. طب ما تيجي يلا نقول مثال كمان. أقول لحضرتك بالحذف بقى، عايزين نشيل الخبر خالص. لما اقول لولا الاسلام لعم الكفر، قال لي اول ما تشوف لولا يبقى الكلمه المتصله بها مباشره تبقى مبتدا والخبر محذوف تقديره موجود. اصل الجمله لولا الاسلام موجود لعم الكفر. لولا الاسلام موجود يبقى هنا ايجاز، هنا شلنا الخبر وجوبا، او حذف الخبر وجوبا، حذف واجب. تمام؟ طب لما اقول لحضرتك الجندي وسلاحه، الحذف واجب لانه عطف على المبتدا بواو تفيد المصاحبه فحذف الخبر وجوبا. ليه يا استاذ؟ ليه الخبر اتحذف وجوبا؟ هقول لانه عطف على المبتدا بواو تفيد المصاحبه
تقديره ايه؟ تقديره متلازمان او مقترنان. واحد تاني يقول لي مثال كمان، يقول لي لعمر الله لأصلين، لعمر الله، لعمر الله يعني وحياة ربنا، لام القسم او لام المطابقة للقسم، وعمر الله، عمر دي مبتدا، والله لفظ الجلاله مضاف اليه. طب فين الخبر؟ محذوف، تقديره قسم. يبقى هنا حذف الخبر وجوبا امتى؟ اول حاجه بعد الاولى، لما يجي المبتدا بعد الاولى، اذا عطف على المبتدا بواو المصاحبه، اذا كان المبتدا قسم صريح، قسم صريح، دي حالات حذف الايه؟ المبتدا. طيب انا عايز احذف بقى مين؟ اظهر لنا السؤال كده يا استاذنا، عشان الطلبه ما شاء الله التنافس المره دي ما شاء الله جامد قوي. هقول ايه؟ عايزين بقى حذف المبتدا نفسه. فاكر لما قلت نعمة الرجل محمد، نعمة الرجل محمد، كنا بنعرف المخصوص بالمدح ايه؟ وتقولي في اعرابي يا اما مبتدا مؤخر يا اما خبر لمبتدا محذوف، صح؟ يا مبتدا مؤخر يا خبر لمبتدا محذوف، هي دي اللي انا عايزها بقى، خبر لمبتدا محذوف. يبقى الحاله الاولى لحذف الخبر اذا كان مخصوص، لحذف المبتدا اسف، لحذف المبتدا اذا كان الخبر مخصوصا بالمدح او بالذم للنعمه وبيسه. ايه تاني؟ الحاله الثانيه اقول لك في عنقي لاذهبن الى عملي. في عنقي دي مش قسم، انا حاسس ان انا ايه؟ عايز احلف. فقال لك اذا كان الخبر مشعرا بالقسم في رقبتي في عنقي كل ده، قال لك يبقى نحذف المبتدا وجوبا برضو، اصلا في عنقي قسم، في عنقي قسم او قسمي، قسمي في عنقي، تمام. طيب لما اجي احذف المبتدا كده برضو، الحالة التالتة اذا كان الخبر مصدر نائب عن فعله، يعني اقول لك ايه؟ هقول لك حب الخير. اسمع دي بقى، حب الخير يا استاذ مصدر نائب عن فعله ازاي؟ هقول لحضرتك حب الخير، وركز على الجمله كويس جدا عشان نبين لك فيها الحذف. هنا المصدر نائب عن الفعل اللي هي ايه؟ حب الخير. طب ما ممكن تجي لي حبا، صح؟ طب لو جات لي حبا تبقى مفعول مطلق لفعل محذوف. لو قلت لك حبا الخير، ده مصدر نائب عن فعله، يبقى دي مفعول مطلق. انما حب تبقى خبر لمبتدا محذوف وجوبا. طيب هو حذف المبتدا والخبر يعني قليل ونادر، بس يمكن لولا اشهر حاجه موجوده معانا. ده كده ما يخص المبتدا والخبر. طيب عايزين نشوف بقى النواسخ معانا، ويظهر قدام حضرتك اهو سؤال الاس ام اس عشان نبان ونشوف الناس بقى عارفين وبيشكروا معانا المشايخ الفضلاء ولا لا. هقول بقى في الجمله الاسميه يا شباب، يجي لي النواسخ اللي بتبدا بالافعال الناسخه. احنا في الوحده الثالثه سنه ثالثه ثانوي عام. الافعال الناسخه، ايه هي الافعال الناسخه؟ قال لي كان واخواتها، كان، اصبح، اضحى، امسى، بات، ظل، صار، ليس، ما دام، ما زال، ما برح، ما فتئ، ما انفك. دي اخوات كان، اصبح، اضحى، امسى، بات، ظل، صار، ليس، ما دام، زال، برح، فتئ، انفك. دول ال 13 اخت، دول بيعملوا عمل واحد، وفي كل الاحوال وفي كل ازمنه. يعني ايه؟ يعني لو جم ماضي زي مضارع زي امر. لما اقول لحضرتك ان كان
الرجل مميزا. كان الرجل مميزا، كان فعل ناسخ. بعد كان هتسأل لي سؤالين عشان تعرف تجيب اسمها وخبرها. الله يكرمك، ركز على الكلام كويس جدا. هسأل سؤالين، مين اللي كان؟ كان ماله؟ هو مين اللي كان؟ الرجل. كان ماله؟ مميز. يبقى مين اللي كان؟ تجيب اسم كان. كان ماله؟ تجيب لي خبر كان. طيب يبقى الرجل اسم كان مرفوع علامة رفعية الضمة الظاهرة، ماله مميزا خبرها. طب لو قلت لحضرتك أضحى، النحو يسيرا، مين اللي أضحى؟ النحو. أضحى ماله؟ يسيرا. يبقى ده اسم أضحى وده خبرها. طب لما أقول صار العلم في قلوبنا، فين اسم صار؟ العلم. فين خبرها؟ في قلوبنا. مين اللي صار؟ العلم. صار ماله؟ في قلوبنا. يبقى اسم صار العلم، خبرها في قلوبنا، خبر نوع ايه؟ شبه جملة. طب ماشي، لما اقول لحضرتك بات الرجل يذكر ربه، مين اللي بات؟ الرجل. بات ماله؟ يذكر ربه. يبقى اسم بات مرفوع علامة رفعه الضمة، يذكر ربه الجملة الفعلية في محل نصب خبر بات. حلو جدا. احنا عايزين بقى الناس تجاوب معانا ونقول مع بعضنا ونعرف احنا بنقول كل الجمل. ايه تاني؟ لما اقول كن متميزا، ايه ده بقى؟ لا ده بات واضحى وامسى وصار، كل ده ماضي. انما كن ده فعل ايه؟ ده فعل امر. يبقى كن فعل امر مبني على السكون وحذف حرف العله لمنع التقاء ساكنين. مين اللي كن؟ انت. اسم كن ضمير مستتر تقديره انت. ما دام كن، مين اللي كن؟ انت. كن مالك؟ متميز او مميز، يبقى خبر كن. طب انواع الخبر، انت ملاحظ حاجه؟ ان كان لما دخلت على الجمله الاسميه كل اللي نسخته يعني غيرته انها بقت اسم كان وخبر كان، وخلت الخبر منصوب. لكن الخبر مفرد وجمله وشبه جمله عادي جدا. يعني مش كان داخل على خبر جمله تحوله المفرد، لا هو هو. يعني بدل ما اقول والجمله الفعليه في محل رفع خبر مبتدا، هقول في محل نصب خبر كان واخواتها. حلو، هي بترفع المبتدا وتنصب الخبر. طب سيدنا عيسى بيقول ايه؟ واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا. ما دمت حيا، فين اسم ده؟ ما الاول، ما اللي قبل ده، ما دي اسمها ما المصدريه. ولو قلت المصدريه الظرفيه كمان يبقى حلو. ما دمت حيا، ما المصدريه؟ طيب دام فعل ماضي مبني على السكون وبرضه العله اتشالت لمنع التقاء ساكنين، والتاء اسم دام. اي ضمير يتصل بالناسخ اسمه، اي ضمير يتصل بالناسخ يبقى اسمه. ما دمت، يبقى التاء اسم دامة ضمير متصل مبني في محل رفع اسم دامة. حيا خبر دامة مرفوع وعلامه منصوب وعلامه نصب الفتحه. يبقى ده كده ما دمت ترفع المبتدا تنصب الخبر. ركز بقى، هقول من فك الناس يتساءلون. من فك الناس يتساءلون، ما دي؟ ما النافية. ايه ده بقى؟ ده كده في اختلاف. هي ما اللي مع دامة ما المصدرية، تمام، انما ما اللي معاه فتئة وزال وانفك كل دول وبرحة تبقى ما النافية. ولذلك قالوا الافعال دي مش شرط ان يبقى قبلها ما بس، المهم يبقى قبلها أداة نفي أو نهي. يعني أي أداة تنفي أو تنهي موجودة وتعمل. ولذلك من فك الناس يتساءلون،
بنو اسرائيل قالوا ايه لسيدنا هارون؟ قالوا لن نبرح عليه عاكفين. حلو المثال ده، لما نقوله لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. طيب اسم انفك هنا الناس، خبرها جملة فعلية، فعل مضارع مرفوع علامة تخصيبه النون، والجملة الفعلية في محل نصب خبر انفك. نبرح سبق بنفي، مين النبرح؟ طبعا اخواننا في الكنترول بيشتكوا من حاجة، حضراتكم ناس فهمت الكلام غلط، بعت لنا ارقام تليفونات مش بعتين اسامي. لا احنا عايزين الاثنين حضرتك، ابعت اسمك ورقم التليفون، اصل احنا مش هنيجي نتصل ولا المجهول فلان موجود، مش هينفع طبعا يعني نرجو نرجو من الناس كلها بعد اذنك يعني، ابعت رقم تليفونك ومعاه الاسم، احنا نقول بس رقم التليفون عشان يسهل علينا. تمام، المشكله انك فهمت الكلام ده غلط، ربنا يستر في الكلام ده، الله يبارك لك. لا ركز معايا، تمام، يبقى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. من فك الناس اسم انفك جمله فعليه خبر انفك، مين اللي نبرح؟ نحن. تمام، وعاكفين خبر نبرح ماله؟ انت بتقول ولا ما تقولش؟ طب قول معايا كده، خبر نبرح ماله؟ ها، منصوب صح، علامه نصبه ايه؟ الياء صح. ها، نوعه ايه؟ مفرد صح. اشتغل، لا انت عارف ان حصه اللغه العربيه ما فيهاش نوم، اشتغل معايا الله يبارك لك، وانت حضرتك كمان اشتغلي وتعدل كده قدام التلفزيون بعد اذنك، والورقه والقلم اعدلهم كده عشان تكتب كويس. تمام، يلا كده هقول نبرح عليه عاكفين، مين نبرح؟ احنا نبرح مالنا؟ عاكفين. يبقى نحن اسم نبرح مستتر تقديره نحن وخبره عاكفين. انا كده فهمت حاجه، فهمت ان كان واخواتها ترفع المبتدا وتنصب الخبر، اثنين ممكن يجي اسمها ضمير مستتر، ثلاثة اي ضمير هيتصل بها يبقى اسمها، أربعة انواع الخبر بعدها مفرد وجمله وشبه جمله، خمسة كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم رسول الله، او كان حبيبنا رسول الله خاتم الانبياء امام المرسلين سيد الخلق اجمعين. تمام، كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم، صلى عليه بخيل عليه الصلاه والسلام، ها، كان حبيبنا رسول الله سيد الخلق امام المرسلين. ايه ده كل ده؟ خبر كان اول، خبر كان يعني لو دخلت على الخبر المتعدد، لو دخلت على الخبر المتعدد يتعدد معاه الخبر، يبقى كان يتعدد الخبر بعدها برضه. جميل، يبقى كده خلي بالك، خدنا معلومات دي كلها، لسه كمان معايا كان الناقصه وكانت تامه، بيقولوا ان الوقت خلاص بيدهمنا. يبقى ده كده حضرتك الافعال الناسخه، وافعال ناسخه اللي بترفع المبتدا وتنصب الايه؟ الخبر، لسه فيها احنا وفي الافعال الناسخه، وفي حاجه اسمها كان التامه. طيب معانا اسماء، اتفضل. يارا، كمال، المنوفيه، اتفضل يا استاذنا. محمود صابر، مش عارفين منين، هندور عليه ان شاء الله. ها، محمود المنيا، اتفضل. طارق، محمد فتحي، يعني ايه بجوار مسجد موسى؟ طب فين ان شاء الله؟ مش عارف. طيب يبقى دي كده حضرتك يا جماعة، ابعت العنوان، المحافظة، التليفون، اسم حضرتك، المحافظة، التليفون، اسم حضرتك مع الإجابة بس. خارج مصر، الدولة، اسم حضرتك، ولو في تليفون برضو في خارج مصر. طيب يبقى ده يا جماعة كان واخواتها لما كان دخلت على الخبر. لسه فيك معلومة كمان، لما قلت بس بالمناسبة حتة بلاغية، كنا قلناها زمان يا استاذ، حضرتك بتقول كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم رسول الله امام المرسلين وسيد الخلق، كان وما زال حبيبي،
كان وما زال، انت ما تعرفش ان كان الفعل الماضي يدل على ثبوت الصفه واستمرارها. لما ربنا سبحانه وتعالى في القران يقول وكان الشيطان للرحمن عصيا، كان وكان بس، كان وما زال مستمرا، يبقى هذه صفه تدل على الرسوخ في الماضي والاستمراريه. تمام. طيب يا شباب، يبقى ده كده كان. قلنا مثال كمان عشان اختم بالحته دي، هقول كان في المدرسه طلاب، ايه ده؟ كان دخلت على الخبر المقدم، يبقى شبه الجمله في محل رفع، خبر كان مقدم، اسم كان مؤخر، ما غيرتش حاجه، بس كلمه خبر كان مقدم، اسم كان مؤخر. ايه تاني؟ ان انت حكم التقديم هو هو، ما هي دخلت على خبر مقدم وجوبا، لما هتخش كان مش هتقول له خليك جوازا، هي يعني لو قلت كان في المدرسه الطلاب يبقى خبر كان مقدم جوازا، لكن في الاولى كان ايه؟ كان وجوبا. طيب وقتنا الوقت معانا، يظهر معانا سؤال الحلقه، حلقتنا النهارده اتفضل. لكم الله يا اهل الشام، مش عايزين ننساهم في وسط الزحمه كده، نسال الله عز وجل ان ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. هتقرب لنا لكم الله والمراسله على الايميل اللي قدام حضرتك ده، وعلى صفحه البرامج التعليميه على قناه الرحمه على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. معانا حكمة اليوم، حكمة جميلة جدا جدا جدا. تفضل يا أستاذنا، تظهر حكمة اليوم قدامك. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: لا يقولن أحدكم لا أدعو حتى يكتمل إيماني، فإنه بين أمرين، إما أن يموت ولم يكتمل إيمانه بعد، وإما أن يأتي يوما ويقول قد اكتمل إيماني، فليعلم أنه قد ضل. محدش فينا يقدر يقول عن نفسه ان ايمانه اكتمل، يبقى ندعو الى الله حتى وان كنا متلبسين بالمعصيه، لو لم يدعو الناس في الارض مذنب فمن ذا الذي يدعوهم بعد محمد. كل الدعاء لذنوب وخطايا ومعاصي، بس طبعا يعني معاصي دول كحسنات الطالحين كما يقولون يعني. نشوف يا جماعه سؤال حلقتنا بقى، احنا مش عايزين نبص عشان ما نعرفش مين اللي طالع. بسم الله. أسماء محيي من الشرقية، أسماء محيي من الشرقية، أختنا اللي فازت معانا إن شاء الله يوصل الكتاب عند حضرتك، كتاب النحو ده اللي إحنا بنبعته للناس، هيوصل إن شاء الله عند حضراتكم بإذن الله رب العالمين. أسأل الله لكم التوفيق، وأسأل الله لطلابنا جميعا الذين يمتحنون الآن التوفيق، وأن يسدد رأيهم، وألا يستعين بصديق، استعن بالله وحده فبيده التوفيق. جزاكم الله خيرا، يسر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.